نروح نشوف التعاون. حسب المعلومات اللي عندنا بأنه سيصعد القضية للشكوى على الأستاذ عمر المهنة أو المتسبب في إيقاف اللاعب وحرمان الفريق من 4 مباريات. وحسب المعلومات اللي لدينا بأنه ينوي التصعيد إلى اللجنة الأولمبية السعودية، وإذا لم يحدث أي تجاوب فسيصعد إلى الفيفا ويطالب بحقه في هذا في هذه القضية. استندوا المحامي استند محامي التعاون استند في حديثه أو في شكواه على مداخلة لعمر المهنة في برنامج الملعب، وهي المداخلة اللي أثارت كل هذه المشاكل. احنا نعتذر للمهنة، ما كان ودنا، لكن هذا اللي حدث. خلينا نشوف مداخلة عمر المهنة التي استند عليها التعاونيون في شكواه. زي ما قلت لك، انا انسان صريح. طيب، سالت وفهد تطرق فقط لموضوع اللي هو المصور، ولم يتطرق للاشياء اللي طلبنا منه ان جميع الاشياء تنكتب، سواء من مصور، سواء من اداري، سواء من حتى من اذا كان هو طلبت منه، حتى اذا كان هو سمع الكلام، اذا كان الحكم المساعد متكلم يكتب في تقريره. يعني حتى الان ما عندك يعني معلومات واضحه على الموضوع؟ لا عندي معلومات ان اليوم كتب بالشيء اللي حصل، اي مع المصور، بالشيء اللي حصل له في وسط الملعب. يعني حادث المصور هذا لسه ما عندك تفاصيل حولها؟ لا انا تعرف الاخ عادل، احنا بالنسبه لنا احنا تجينا يعني مثلا طبعا السكور ما يجينا احنا، ولكن اذا في تقرير الحاقي يجينا احنا ونرسله للجنه الفنيه او لجنه الانضباط. نعم. هذه المداخلة اللي اعتمد عليها نادي التعاون في الشكوى على عمر المهنة، بالتحديد ذكروها في تقريرهم اللي تضمن الشكوى. متى تنتهي هذه القضية؟ متى تنتهي قضيتنا مع الحكام؟ يعني احنا من بداية الموسم، وحنا الموسم هذا استثنائي بالنسبة للحكام، يعني شفنا ما حدث أثناء الانتخابات، والآن قاعدين نشوف هناك خطأ إجرائي حدث في مباراة التعاون، وكنت أتمنى يقولوا إحنا أخطأنا. أما كل واحد يقول أنا أركز على اللي حدث أو ما حدث، هناك قضايا بأكملها تسقط في ظل نقص الإجراءات، نقص الخطوات الإجرائية. نعم. نسمع من الأندية أنا راح نصعد وراح نصعد، لكن في النهاية تهدأ الأمور. ما نشوف. أي في ظل غياب يعني كان يجب أن يكون لدينا محكمة رياضية يعني تنصف الأندية. ماذا من نادي التعاون أن يخسر لاعب، خسر عليه فلوس، يغيب أكثر من 15% من مباريات الموسم بخطأ إجرائي. طيب. يعني لجنة الحكام أخطأت خطأ إجرائي، ولجنة الانضباط عاقبت اللاعب، ولجنة الاستئناف أنصفت اللاعب نصف في نصف المدة. طيب كويس، ما قصروا على الأقل إنهم اجتمعوا يعني بعد نص المدة. فأنا أعتقد يعني إن الآن العام الماضي كانت لجنة الحكام كانت تركز جهودها في الملعب بدون ضجيج. السنة هذه شفنا الضجيج اللي يحدث من تصرفات لجنة الحكام خارج الملعب أكثر بكثير من التركيز على تطوير الحكام. طيب أبسأل عادل البطي، وهار يعني رئيس اللجنة الفنية سابقا ونائب الرئيس فترة أخرى للمسابقات، أكيد عندك معلومات عن الإجراءات. صحيح. ولا تقول لي ما ودي وما أدري. لا سمحت خليك مباشر. أبى أتكلم. بغض النظر المخطئين، ما هو الإجراء الصحيح المتبع في هالحالات؟ وبقول لك من المخطئين. طيب. الحقيقة طبعًا يمكن يتذكر الأستاذ عمر، كنت أنا أجتمع أنا وياه، كنت أقول له يعني من المناسب وكان مبارك الخطوة إنه أول ما يطلع الحكم من المباراة طبعًا في غرفة الملابس يأخذ دش ويهدي شوي، بعدين يكتب تقريره، ما يكون التقرير في لحظة يعني وهو في قمة غضبه. طيب. وأذكر أستاذ عمر دائما يذكرني في معلومة تعجبني كثير، يقول لك دائما الحكم لازم يصير عينه كبيرة وأذنه صغيرة. يعني ليس بالضرورة أن تسمع كل ما يدور حولك، مو بهذه القضية. طيب. أنا في رأيي الشخصي أنا أتكلم عن الإجراء. الإجراء إذا كان فيه ملاحظات يكتب الحكم تقرير ويكتب فيه، وسيكون هناك تقرير الحاقي لأنه المكان ما وعنده كلام كثير يكتب ويشير له. طيب. لكن لو كتب لا شيء يذكر، في رأيي الشخصي أنه فهد اللي أخطأ، بغض النظر من قاله ولا من قاله، ظهوره بهالشكل ويقول لك اني انا المسؤول وانا لا يا فهد، وانت في قمه غضبك يعني كتبت لا شيء يذكر، وانت هادئ وراجع من القصيم للرياض
قلت إني أبغى أكتب تقرير إلحاقي يعني غير مناسب، لأن الواحد لما يهدى يكون يعني أكثر هدوء، وأكيد إنه يعني لكن لما تيجي تحط في قمة غضبك لا شيء يذكر، يعني هذا أعلى شيء. التقرير يعني اللي يكتب لا شيء يذكر ما عاد لي حق له. لا أنت عاد شلون تكتب إنه مثلاً المباراة جرت وفيها بعض الملاحظات كذا وكذا. متى يكتبه ومتى يكتب الحكم؟ يكتبه بعد المباراة. إذا دخل غرفة الملابس. نعم ويسلمها طبعاً يسلمها للمكتب يسلمها يعني للجهات المعنية. طيب وتوصل حلو. طيب حلو. بعدها يروح للجنة الحكام ويروح اللجان المختصة. طيب يعني. ممكن صار له شيء بعد ما كتب التقرير. في الطريق يعني؟ أي مثلاً. في الطريق وهو راجع من القصيم. لا لا. بعد ما هو طالع الملعب وهو كتب غرفة الملابس. لا لا. طلع لقى عدد من اللاعبين تهجموا عليه. صحيح. مثلاً. من حقه يحط هذا إنه بعد المباراة وأثناء خروجنا من الملعب صار كذا تقرير مختلف. أنا أتكلم عن تقرير المباراة اللي سكورشيت المباراة. هذا اللي كتب فيه لا شيء يذكر. إذا كل ما حصل قبل وأثناء وبعد المباراة إلى أن وصل غرفة الملابس هذا هو التقرير. اللي هو لو طلع ولقى رئيس النادي تهجم عليه. بعد ممكن يكتب. وأتذكر الأستاذ فهد سبق وكتب في رئيس نادي حصل له أحداث وحفظ حقه في من اللجنة الفنية ولجنة الحكام في فترة سابقة. حتى لو كان لا شيء يذكر. رئيس نادي. طيب. عوقب رئيس نادي بسبب هذا الأمر. لكن هو الآن لأنه كتب تقرير بشيء حدث قبل أن يكتب التقرير. وكان لا شيء يذكر. كتب لا شيء يذكر. معناها أنه خلاص ما في شيء. انتهى كل شيء. يعني تقول تذكر مو معقول أنك أنت غايبة عن بالها الأمور هذه. ما يمكن يكون تذكرها فجأة. أنا أقول الأستاذ فهد يعني هو يعرف يعني لكن يا فهد خلاص أنت كتبت لا تحاول أنك يعني تبرر أي أنت طيب. رأيك وعلى فكرة ترى مو بعيب أن الحكم وأنا يعني كنت أنا أيد أن الحكم ما يسمع الكلمة يجي لاعب حرام عليك والله مالك حق والله هذه الأمور مشها كحكم كرة قدم لا تدقق على كل كلمة إلا لا سمح الله التلفظ بألفاظ محاولة التهجم الإساءة بشكل مباشر يمكن فهد حاول يمشيها مثلا وعمر المهنة قال له ترى هذا الشيء ما يمشي هذا في تجاوز مثلا يعني مع تقديري للأستاذ عمر والأستاذ عمر يعرف أنا قدرتها أنا كحكم قدرت هذه طيب. بهذه الطريقة إذن انه كتب تقرير هذا الان تقول المخطي فهد المداسي بعقب اللقاء اللي مع الاستاذ ماجد ايوه نعم انا رايي المخطي فهد وعمر المهنة ليش ليش لجنه او التعاون عفوا الان هم شكواهم على المهنة يقولون هو اللي اجبر المرداسي واستندوا على المداخله واضح انا اتكلم انه يعني رئيس ومرؤوس اي نعم لكن انا اتكلم لك انت قلت لي عن نواحي الاجراء طيب. الاجراء المفروض انه ما يتم وانا بصراحه حتى التعاون يعني انا اتمنى من يعني صحيح لهم حق لكن في الأخير شو بيصير تعويض معنوي أو مادي يعني ما راهم صحيح إنهم خسروا في إيقاف ذياب لكن شو بيصير في الأخير يعني أكثر شيء تعويض مادي وأقلها تقديم معنوي ومحاسبة مخطئ طيب مو من حقه بس هنا المخطئ طبعا من حقه من المخطئ اللي ممكن يحاسبونه هنا المهنة ولا المرداسي برأيك. أنا رأيي إنه فهد مع تقديري لأي شخص أنا أتكلم أنا مثلا لو أنا يرأسني الأستاذ عمر المهنة وقال لي اكتب التقرير أقول له لا خل مراقب المباراة يكتب اللي هو المقيم مو بش المقيم تحت سلطته المقيم ما اعترض على المطلق اعترض يقول احنا ما كنا دور في 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 في, في القضيه كلها على فكره ابو تركي ممكن لجنه الانضباط تشوف المباراه وتقرر قرارات يعني انا اقصد انا كفهد المرداسي كتبت التقرير لا شيء يذكر انا رايي الشخصي ما اكتب تقرير الحاقي انا قلت لك لو كتب في التقرير انه فيه ملاحظات سادونها في تقرير الحاقي مقبول الكلام ده طيب. لكني اكتب حتى لو قال لي رئيسي ما اكتب طيب عموما هذا كل ما في الموضوع تبغى تضم شيء فارس تبغى تقول لا بس انا اقول يعني لازم نظهر للعالم ونقول اخطأنا وانا قلت يعني انت يعني وش زي ما قال ابو فهد وش اللي بيكون تعويض لنادي التعاون محكمة رياضية لا توجد لدينا فبالتالي راح تضيع الموضوع راح يضيع الدم بين بس للأمانة الاستئناف انصفوا انصفوا يعني قصدي انا معك انا اقصد انه الاستئناف اتخذت قرار طيب انت تقول قبل شوي لجنة الانضباط ممكن تتخذ قرار بدون تقرير حكم الحين الاول كانت كل ما يكتبه الحكام يروح اللجنة الفنية والاشياء اللي ما شافها الحكام تروح للانضباط ايوه الان كل الاوراق المكتوب والمرئي وغير المرئي المكتوب وغير المكتوب لجنة الانضباط الحق اتخاذ فيه قرار يعني ممكن شيء حدث وما شاف الحكم ولا شاف لجنة الانضباط ما يتخذ لا ممكن يكون فيه مثلا لاعب ضرب لاعب والحكم ما شافه ولا دونها ولا شيء أيوة. تجي لجنة الانضباط تتخذ قرار